السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى نلقاكم يا ربي في احسن الاحوال. اليوم غادي جبت لكم الجديد. اليوم غنديروا شي حاجه اللي يمكن نعوضوا بها البسطيله وهي الكنافه. دونك انا هنا في هذه الحشوه هذه فعاود ما ندير وقت البسطيله غندير معكم الكنافه اللي حتى هي كتجي في الحقيقه لذيذه ومقرمشه يعني بطريقه مغايره. وهنا غادي نعمرها انا بالصوصيص في عوض الكفته. دونك وغناخذ البصله. انا هنا استعملت واحد البصله كبيره، ملح، سكينجبير والبزار. دونك انا ما بغيتش هنايا نضيع لوغو ديال الصوصيس، وبيان سور عندي واحد شويه الزيت. دونك انا هاد الصوصيس هذا خديته كل واحد غياخذ على حساب القياس ديالو. انا تما خديت واحد اربعه ديال الحبات ديال الصوصيس اللي غادي نشدهم وغادي نخويهم، ما غنخليهش فيهم في المصران. انا غناخذ غير الكفته ديالهم ونشحرهم مع البصله ومع البصله والعطريه. خليكم معايا وشوفوا الطريقه باش كنخويهم. يعني الطريقه راه سهله ماشي واعره. وانا جاتني الفكره بان بزاف الناس بداو كيتشكاو بان الكفته قلت علاش ما ناخذش انا الصوصيص، لان واخا هكاك لوغو ديالو ديفيرون. دونك هنا في واحد المقيله غادي ناخذ مقله، شويه زيت الزيتون، اللي غنديرو يسخن، وغنزيد البصيله ديالي اللي غادي نشحرها، غنخليها حتى طيح مزيان كيف ديما. هانتوما كيف كتشوفوا طاحت ليا شويه، عاد غنزيدو المليحه. الملحه كيف كنقول لكم كلها وعلى قياس اللي بغاو، ما نقدرش نقول لكم. تقدروا ديروا مثلا راس معلقه صغيره ديال الملحه، لان الصوصيس كيكون حتى هو ديجا فيه لقامه فيه المليحه باش ما تجيناش الحاجه مالحه بزاف. دونك ها هي البصله ديالي هنايا تشحرات ليا مزيان، يعني خاصنا تطيح مزيان سينو ما غاديش زوينه، غتطلق لينا الماء ملي غتبدا تطيب على الكنافه. من بعد ما كطيح ليا البصله ديالي مزيان، هنا كنزيد هذاك الصوصيس ديالي، كنحاول نحلو باش يطيب ليا وميم طون ينسجم ليا مع البصيله اللي عندي ويتنسم بها ويشرب هذاك الزويته ويطلق لي دم ديالو. كيف كنعرفوا الصوصيس راه كيكون ميدم بزاف على الكفته، ماشي بحال الكفته يعني كيكون شويه لي دم عنده زايد. دونك انايا كنحاول هنايا نحاول نحلو باش يخرج ليا لي دم اللي محتاجاه انايا. غندوز ناخذ الكنافه ديالي اللي راها الصراحه متوفره، سواء عندنا هنايا في كندا ولا في المغرب في الاسواق التجاريه الكبرى وتاع المحلات اللي كيبيعوا الحلويات بثمن مناسب. يا يعني اما كتشدوها بحال كتقطعوها بيديكم ولا بمقص، ولا تشدو حتى الروبو يعني غير دوزوها فيه، غير ردوا البال باش ما يقطعش عليكم رقيقه بزاف وغتمحلكم ديك الساعه في الخدمه. انا هنا اختاريت ناخذ غير بالمقص وبشويه، انا كنحاول نقطعها. نتوما خذوا وقتكم حتى تحلوها هي الاولى عاد قطعوها. انا مع بارفو مع التصوير كنكون شويه مزروبه. هنا غادي ناخذ الزبده ديالي، انا على حساب كل واحد الكنافه المقدار اللي غيدير. انا هنا تقريبا غادي ندير واحد 4 معالق كبار ديال الزبده دايبه، ومن الاحسن ديروا الزبده الحيوانيه يعني اللي كنقولوا لها حنا العبار، هي اللي كتكون مزيانه وكتعطي واحد اللذه زوينه. دونك انا هنايا او ميم طون تنخدم باش تشرب لي الكنافه ديالي الزبده، وكنحلها وحده على وحده، او ميم طون كنخدمها باش كتشرب ليا الزبده وكتفتيها ليا. انا عاود نزيد واحد شويه الزبده.
كيف قلت لكم كل واحد على حسب الكاليتي ولا النوع ديال الكنافه اللي عنده. صافي، هنا من بعد كناخذ هاد الليمون هادو، سواء نديرهم فهاد الليمون هادو ولا السيليكون ولا شي حاجه مهم اللي كتدخل الفران، غادي ندهنهم غير بشويه ثاني بداك الزبيده باش تحمر ليا مزيان وما تلصقش ليا في الليمون. كيف كتشوفوا معايا كندير نايطالي هادو الجناب ديال المول ديالي مزيان باش ما تلصقش ليا. دونك انا هنايا من بعد ما دهنت الليمون ديالي هنا غنحتاجو الزيتون كحل، هذا كيبقى اختياري للتزيين، حيدوا لي العظم ونزينوا بيت في التزيين لكم الاختيار. تقدروا ديروا غير فرماج الفوم من الفوق، تقدروا ديروا كاشير، زعما كاين بزاف كورنيشو، ديروا في طوماط سيريز للتزيين. دونك انا هنا غناخد الكنافه ديالي وغنبدا نسرحها. انا كنسرح وانا كنضغط بصبع يديا باش تشد لي لا فورم ديال هذا ديال المول ديالي. كيف كتشوفوا نحاول نعمرها ما نكثروش بزاف. صافي، وناخذ الحشوه ديالي ديال الصوصيص. هنا الصوصيص انا شحرته غير مع البصله، كي قلت لكم بغيت لوغو ديال الصوصيص يبقى عندي. تقدروا تزيدوا معاه الزيتون، تزيدوا معاه كورنيشو، يعني انا كنعطيكم فكره وانتم يا تحاولوا تزيدوا اللي بغيتوا. وكيف كنقول لكم دائما كل واحد على الاستطاعه ديالو. تقدروا ديروا هذه الحشوه ديال الصوصيص، ولا بغيتوا الناس اللي ما متوفرش عندهم كنافه كيف الطريقه يعني التقليديه، تشدوا غير الورقه وتقطعوها رقيقه بزاف، حتى هي كتعطي منظر زوين. حنا هنا كنقلبوا غير منظر زوين، وكنحاولوا نخرجوا من داك دائما النمط ديال ورقه البسطيله. ورقه البسطيله قلت علاش لا ما نديرش انا الكنافه مالحه. صافي، وكنعاود من الفوق ثاني كندير شويه الزبده. ايوا صافي، نحاول نقاد وكنبقى نضغط شويه بيديا وكنجمع نقاد داك الجنيبات ديال المول ديالي. ايوا نقدر نحط الزيتونه ولا كيف قلت لكم ديروا فخوماج، طوماط سيريز، كورنيشو، كل واحد يبقى على حسب لوغو ديالو في التزيين. انا درت فيها غير الزيتونه كحله، يعني انا خدمت بداكشي اللي كان عندي متوفر في الدار. نعاود معكم وحده اخرى ثاني، شوفوا كيفاش كنحط الكنافه ديالي، كيفاش كنضغط عليها وندير الحشوه ديالي بحال هكايا. نقادها مزيان. ونعاود نسدها من الفوق ونضغط بيدياتي ونعاود نقاد الجناب. هنا كملت الليمون ديالي. صافي، غادي نسخن الفران على 350 فرنايت، الماء يعادل 170 درجه. غنخشيهم حتى يتحمروا من تحت مزيان ونطلعوا من الفوق ياخذوا اللون. ونتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. نتمنى تجربوا الوصفه. تنبغي نشكر كاع البنات اللي كيخليو ليا الكومونتير الزوين، سواء هنا في اليوتيوب ولا عندي في الخاص. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ولا عجبتكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجيو باش تعم الفائده كيف كنقول لكم ديما. شكرا لكم.